أيها المتهافتون المتخاذلون ويا حكام العرب الساعين إلى التطبيع مع إسرائيل، اسمعوا. نحن الفلسطينيين المسيحيين سلمنا أجدادكم المسلمين الشرفاء مفاتيح فلسطين والقدس، وتسلمنا منهم العهدة العمرية. نحن ثبتنا أمناء على العهد وسنبقى كذلك. أما أنتم فماذا صنعتم بتلك المفاتيح؟ ولمن سلمتموها؟ نحن إلى أيدي أمير المؤمنين الطاهرة سلمناها، وأنتم تسلمونها اليوم إلى أيدي الصهاينة الملطخة أيديهم بدماء المسلمين والمسيحيين. أنتم لا تستحقون فلسطين ولا تستحقون القدس أرض الإسراء والمعراج، لأنكم بالتطبيع طمستم وأهملتم آية الإسراء الكريمة كأنها لم تعد جزءا من عقيدتكم الإسلامية، ولكنها كذلك. هذه خيانة إيمانية ووطنية وإنسانية. هل تريدون أن تحموا إسرائيل؟ احموا، امنحوها صكوك غفرانكم وثبتوا وجودها بالتطبيع والسلام. لكننا نعدكم، نحن الفلسطينيين نعدكم أن إسرائيل سترحل عن أرضنا مهيضة الجناح ذليلة.